الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى أن قال: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، وامرأة الرجل راعية على بيت بعلها وولدها وهي مسؤولة عنهم. ومقتضى هذا الحديث أن الإنسان راع في بيته، وأهل بيته رعيته، وهو مسؤول عنهم، يرعاهم بالحكمة والموعظة الحسنة. لذا ينبغي على المؤمن الاشتغال بإصلاح نفسه وإصلاح حال أولاده، فلا ينبغي أن تتركوا أولادكم أمام شاشات التلفاز وأجهزة الحاسوب، يتابعون كل ما يلقى إليهم من عادات قبيحة وذميمة، بدعوى الشفقة